السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أكشن ريكاب. والفيلم اللي هنعمله ملخص النهاردة هو فيلم أنيميشن بعنوان Mortal Kombat Legends Battle of the Realms، وهو تكملة لأحداث الجزء الأول Scorpion Revenge، واللي عملنا له ملخص على القناة تقدر تروح تشوفه من علامة الآي اللي هتظهر لك دلوقتي. وبيبدأ الفيلم بفلاش باك لراجل ومراته بيحاولوا يهربوا بابنهم الصغير من مجموعة من التاركاتنز اللي بينجحوا انهم يقتلوا الراجل وبعد كده بيقتلوا مراته. وقبل ما بيجوا يقتلوا الطفل اللورد ريدن بيظهر وبيخلص عليهم وبياخد الطفل، ووالدته قبل ما تموت بتطلب من ريدن انه يقول له انها كانت بتحبه. وبنعرف ان الطفل الصغير ده هو لو كانج. وبنرجع بعد كده للوقت الحاضر في معبد ووشي اللي بيحاول جزء من قوات شاو كان انهم يقتحموه، والرهبان اللي في المعبد ما بيبقوش قادرين يتصدوا لهجماتهم، وبيظهر كونج لاو وبيحاول انه يساعدهم لكن اعدادهم بتبقى كبيرة، فبتدخل عليهم طيارة هليكوبتر محطمة بيخرج منها سترايكر وجاكس، وبيحاولوا انهم يخلصوا على الوحوش اللي موجودة كلها. وبيقدر واحد من الجيش انه يهرب وبيروح للقائدة بتاعتهم كيتانا، واللي بتكون واقفة مع جيد وكينتارو والجنرال ريكو وبتشرح لهم خطة الغزو، فبيقول لها انهم قدروا يقتحموا المعبد لكنهم خسروا جزء كبير من القوات. وفجأة بيظهر عندهم جوني كيج وبيقول لهم انه جاي يتفاوض معاهم على انهم يستسلموا مقابل انه هيسيبهم يرجعوا للعالم بتاعهم وهم احياء، لكنهم بيستهزئوا بكلامه وبيحاولوا يقتلوه، لكن سونيا بتكون معاه ومستخبية بين الأشجار وبتبدأ تقتل فيهم واحد ورا التاني، لكن جيد بتهاجم جوني فبتضطر سونيا انها تخرج وتنقذه وبتحوطه من القوات. فبيظهر بعد كده لو كانج واللورد ريدن وبيضربوهم، وبيوصل شاو كان وبيعرض على اللورد ريدن انه يروح معاه للآلهة الكبرى علشان يطلب منهم إقامة بطولة أخيرة للقتال المميت على أرض العالم الخارجي، ولو الأرض كسبت فهتكون مؤمنة للأبد. فريدن بيوافق على العرض لكن أبطال الأرض ما بيوافقوش وبيقولوا له إنهم يقدروا يهزموا الجيش بتاعه، لكن ريدن بيقول لهم إنهم يقدروا يهزموهم في معركة لكنهم هيرجعوا تاني وهيفضل الصراع مستمر وهيورثوه لأولادهم وأحفادهم، لكن دلوقتي عندهم الفرصة إنهم ينهوا الصراع للأبد من معركة واحدة. وبيروح شاو كان مع ريدن للآلهة الكبرى. وبننتقل بعد كده لسكوربين اللي بيفوق وبيلاقي روحه رجعت مرة تانية للنيزر ريل، وبيقابله شينوك واللي بيقوله ان المفتاح اللي كان معاه بقى جزء من روحه وانه هينقله للارض علشان يروح معبد العناصر ويفتحه ويجيب له اللي جواه، لكن سكوربيون بينجح في الهروب منه. وبنروح لمقر عشيرة اللينك واي، وبيكون كواي لينج اخو ساب زيرو بيتمرن مع سموك. وبعد التدريب سموك بيقوله ان بعد غزو العالم الخارجي للارض واختفاء سايركس وسيكتور بقى جاهز علشان ياخد مكان اخوه ساب زيرو كقائد للعشيرة، لكن كواي لينج بيقوله انه لسه الوقت ما جاش. وبيطلبهم بعد كده المعلم الاكبر علشان يقابلهم وبيقول لهم ان عندهم مهمة جديدة وهي القبض على واحد من عشيرة شيراي ريو وهو هانزو هاساشي سكوربيون. وكواي لما بيسمع الاسم بيقول له انه هيقتله علشان ينتقم لاخوه، لكن المعلم الاكبر بيقول له انه لازم يمسكه حي وان المقاتل ده قوي جدا ودموي، وعلشان كده عشيرة لينك واي بقالها فترة بيعملوا تجارب علشان الموضوع ده، وهي الجمع بين المهارة والتكنولوجيا علشان يقدروا يخلقوا المقاتل المثالي. وبيظهر اتنين آليين وبنعرف انهم سايركس وسيكتور، وبيروحوا علشان يحولوهم هما كمان لكنهم بيرفضوا وبيحاولوا يهربوا، فبيطردوهم وبيتغلبوا عليهم وبيقدروا يمسكوا سموك وبيحولوه لآلي زيهم، اما كواي لينج فبيقدر انه يهرب. وبنرجع تاني لشاو كان وريدن اللي بيقابلوا الالهة الكبرى وبيوافقوا على اقامة دورة نهائية للقتال المميت، لكن ريدن بيطلب انه يشارك في البطولة، وعلشان يعمل ده فبيتنزل عن الوهيته وبيتحول لفاني. وبتنسحب القوات بعد كده للعالم الخارجي وده علشان يستعدوا للبطولة. وبيرجع ريدن لمعبد ووشي وبياخد المقاتلين بتوعه للعالم الخارجي، لكنه بيلاقي سكوربين مستخبي هناك وبيوريه المفتاح، فريدن بيقوله ان ده مفتاح اخر قطعة لكامي دوجو وده عبارة عن بقايا للكائن الاوحد اللي الالهة قسمتها ووزعتها على العوالم، ولو شينوك قدر يجمعها فهيحرر الكائن الاوحد وهيدمر بيه الوجود. فسكوربين بيقوله انه يخرج المفتاح منه ويدمره، لكن ريدن بيقوله انه معادش اله وانه كل اللي المفروض يعمله دلوقتي هو انه يستخبى ويحاول يهرب، ولو مسكوه ساعتها لازم يختار الجهة اللي هيبقى في صفها. وبتبدأ بعد كده البطولة، وأول ماتش بيكون بين ديفورا وجوني كيج، وديفورا بتقدر إنها تفوز عليه بسهولة، وتاني ماتش بيكون بين جيد ولو كانج واللي بيفوز عليها برضه بسهولة.
اما تالت ماتش فبيكون بين سترايكر وواحد من التاركاتنز وبيقدر سترايكر انه يكسبه، ورابع ماتش بيكون بين لي ماي وسونيا وبتقدر سونيا انها تكسب المباراة، والماتش الخامس بيكون بين جاكس وكنتارو وبيقدر جاكس انه يكسب كنتارو بعد ما بيخلع دراعه. اما الماتش السادس فبيكون بين ريدن وريكو وريدن بيقدر يكسب لكن بصعوبة جديدة. اما الناحية التانية فبنشوف سكوربيون وهو بيحاول يهرب من مطاردة سايركس وسيكتور لو وبيقدروا انهم يمسكوه، لكن كواي لينج بيظهر وبيجمدهم وبيحاول يقتل سكوربيون، لكن سموك بيجي وبيضربهم هما الاثنين وبيفك التلج من سايركس وسيكتور اللي بيهاجموا سكوربيون وبيقدروا يتغلبوا عليه. اما سموك فبيضرب كواي لينج وبيوقعه في المية وبياخدوا سكوربيون وبيروحوا على جبل العناصر وبيجبروه على فتح البوابة، ولما بيفتحها وبيجوا يقتلوه فبيظهر كواي لينج مرة تانية وبيجمدهم وبيقول لهم ان محدش هيقتله غيره، وبيطارد سكوربيون جوا المعبد وبيتقاتل معاه، وسكوربيون بيتأسف له على موت اخوه وبيفهمه الحقيقة وان كوان شي اتنكر في صورة اخوه وقتل قريته ومراته وابنه، لكن كواي لينج ما بيصدقوش، فسكوربيون بيقول له انه يستحق الموت لكن لازم يوعده ان بعد ما يقتله هياخد الكامي دوجو وما يخليش شينوك يوصل لها. فكواي لينج بياخد الخنجر منه لكن ما بيقتلوش وبيقول له ان عمره ما هيسامحه ابدا. ساعتها الاليين بيظهروا وبيضربوا كواي لينج وسكوربيون وبياخدوا الكامي دوجو وبيهربوا، والمعبد بيتدمر لكن سكوربيون وكواي لينج بيتحدوا مع بعض وبيقدروا يهربوا من المعبد قبل ما يتدمر بالكامل. وبنرجع تاني للعالم الخارجي وبنكمل النص التاني من البطولة، واللي فيه سونيا بتلعب ديفورا وبتنجح سونيا انها تقتلها وتفوز بالمباراة، اما شاوكان فبيلعب جاكس وبيقدر يفوز عليه بسهولة، وشانغ سونغ بيلعب سترايكر وبيستخدم سحره وبياخد نفس هيئته وبيدخل جواه وبيسيطر عليه وبيخليه يقتل نفسه. بعد كده كونغ لاو بيلعب شاوكان وبيرمي عليه الريزر هاد بتاعته، لكن شاوكان بيمسكها وبيردها له وبيقتله بيها بطريقة بشعة، وكيتانا ما بيبقاش عاجبها الاسلوب بتاع شاوكان، وريدن بيحاول يواسي لو كانج وبيقول له ان كونغ لاو مات محارب زي ما عاش طول عمره كمحارب، وبيجي الدور على كيتانا انها تلعب ريدن واللي بيقول لها ان الوقت لسه ما فاتش، وكيتانا بتقدر انها تسيطر على ريدن، لكن قبل ما بتيجي تخلص عليه بترمي سلاحها على شاوكان وبيجي في صدره فبيقع على الارض، وبتعلن نفسها كملكة للعالم الخارجي واستسلامها لمملكة الأرض علشان تلغي الاندماج، لكن شاوكان بيقوم تاني وبيقول لها انه مش من السهل هزيمته بالطريقة دي، وبيضربها وبيقول لها انه هيسيبها تعيش علشان تشوفه وهو بيغزو الأرض قدامها وبيقتل كل أبطالها. وبعد كده بيلعب سونيا وبيقدر انه يهزمها بعد ما بيصيبها في رجلها برمح، وبعد كده شانغ سونغ بيلعب لو كانج وبيبقى مسيطر على القتال بشكل كبير وبيستخدم سحره وبيحط لعنة على دراع لو كانج فبتشل حركته، لكن لو كانج بيقدر انه يستخدم قوته وبيهزمه بدراع واحد وما بيرضاش يقتله وبيقوله انه هيسيبه يعيش وهو عارف انه اتهزم منه. اما في الناحية التانية فالمعلم الاكبر ومع الاليين بتوعه بيوصلوا لشينوك اللي كان مأجرهم وبيدلوا الكامي دوجو، والمعلم الاكبر بيتفاجئ ان اللي مأجره هو الاله المجنون شينوك وان القطعة اللي جابها له هي اخر قطعة في الكامي دوجو وانه عاوز يحرر الكائن الاوحد علشان يدمر العوالم، وشينوك بيأمر وحوشه انها تخلص عليهم وبيبدأ في استحضار الكائن الاوحد. اما في العالم الخارجي فريدن بيكون عمال يقاتل شاوكان وبيحاول يبخته، لكن شاوكان بيبقى قوي جدا وبيقدر يسيطر عليه وبيرمي عليه مجموعة من الرماح وبيهزمه، وقبل ما بيجي يقتله ريدن بيقول للو كانج ان اهله كانوا بيحبوه وبيموت بعدها، ولو كانج بيفتكر مقولة ريدن له لما قاله ان مصيره ما كانش هزيمة جورو انما مصيره هو هزيمة شاوكان، وبيهاجم شاوكان وبيبدأ القتال النهائي، لكن شاوكان بيستخدم قوته وبيقدر يضرب لو كانج، لكن لما بيجي يخلص عليه فبيستحضر قوته وبيضرب شاوكان وبيزيل اللعنة اللي على دراعه وبيقاتل شاوكان بكل قوة وبيتمكن من هزيمته في الآخر، وبتنتهي البطولة بفوز مملكة الأرض، وبتظهر بعد كده الآلهة الكبرى علشان تعلن فوزه وبيقولوله إنهم هيكافئوه بقوة عظيمة، لكنهم مش عارفين إذا كانت كافية ولا لأ للخطر اللي جاي، وإن ريدن قال لهم إنه اختار طفل بقلب نقي يقدر يحمي العوالم وإنه هو الطفل ده وبيدوله القوة بتاعتهم. وفي الناحية التانية شينوك بينجح في تحرير الكائن الأوحد بعد ما ساب زيرو وسكوربيون بيوصلوا متأخر وما بيلحقوش يمنعوه، وبيبدأ اندماج العوالم مع بعض، وبسبب الاندماج ده البشر بيكونوا في خطر، فأبطال الأرض بيحاولوا ينقذوهم من وحوش العوالم التانية، ولو كانج بيتحول لتنين كبير علشان يقدر يقاتل الكائن الأوحد،
لكنه بيكون قوي جدا عليه وبيقدر يضربه، وقبل ما بيجي يقتله ساب زيرو وسكوربيون بينقذوه وبيوجهوا هجماتهم للكائن الاوحد، وسكوربيون بيقدر يدمر قطعة من الكامي دوجو في راسه، وبيحصل انفجار كبير بعدها لكنه ما بيموتش. وبعد كده بيفوق له كانج وبيهاجمه وبيقطع له دراعه ورجله، وبيبدأ حجم الكائن الأوحد يظهر وبيبقى في حجم بشري عادي، ولو كانج بيمسكه وبيقدر يخلص عليه. وبعد كده بيفك الاندماج اللي ما بين العوالم وبيرجع كل حاجة زي الأول، وبيرجع لو كانج لهيئته الطبيعية، وبيخلص الفيلم على كده.